التاريخ الجزء الثاني الصف السادس. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الوحدة السادسة الدرس الثامن أهمية الفتوحات الإسلامية. اتسعت مساحة الأقاليم الإسلامية بعد الفتوحات التي تمت في عهد الخلفاء الراشدين لتشمل أجزاء من آسيا وإفريقيا وأوروبا. ولمعرفة هذه الأقاليم انظر إلى الخريطة الآتية ثم أجب عما يليها. الشكل 6-19 خريطة تبين الأقاليم الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. أشر إلى القارات التي اشتملت عليها الأقاليم الإسلامية. أذكر البحار التي تقع عليها الشواطئ التابعة للأقاليم الإسلامية. ضريبة الجزية هي مقدار من المال يفرض على الذكور من أهل الذمة بين قوسين النصارى واليهود، ويعفى منها كبار السن والأطفال والنساء مقابل قيام الدولة الإسلامية بحمايتهم. أما ضريبة الخراج فهي نسبة من المال تفرض على ناتج الأرض. اقرأ النص الآتي ثم أجب عن السؤال الذي يليه. غيرت الفتوحات الإسلامية جغرافية الأقاليم الإسلامية والمجتمع الإسلامي بسبب ضم أراضٍ ومجتمعات جديدة ونشر الدين الإسلامي فيها وتحرير السكان من ظلم الدول كالبيزنطية والرومانية والفارسية، فزادت الموارد الاقتصادية للمسلمين نتيجة اتساع مساحتها بعد الفتوحات، مما أدى إلى ضرورة وجود نظام مالي ينظم أمور جباية الضرائب وتحديد أوجه صرفها، فأنشئ بيت المال من أجل ذلك وفرضت ضريبة الجزية والخراج. ما المقصود بالضرائب؟ ماذا تشبه الخراج في وقتنا الحالي؟ فكر، ما دلالة إعفاء كبار السن والنساء والأطفال من غير المسلمين من دفع الجزية؟ تميزت مناطق الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين بميزات أضافت سمات جديدة للحكم الإسلامي. انظر الشكل الآتي ثم أجب عما يليه. المناطق المفتوحة في عهد الخلفاء الراشدين: العراق. العراق مركز من مراكز الحضارة تمتاز باتساع أراضيها الخصبة لوجود وادي الرافدين. بلاد الشام: الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، شواطئ طويلة على البحر المتوسط تتميز بوجود الأراضي الخصبة. مصر: شواطئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر. الفسطاط مركز الدولة تميزت بخصوبة التربة لوجود نهر النيل. الشكل 26 يبين مناطق الفتوحات الإسلامية. ما مميزات مناطق الفتوحات الإسلامية؟ أظهرت الفتوحات الإسلامية نتائج على نظام الحكم والمجتمع الإسلامي. لمعرفتها تأمل الشكل 6-21 ثم أجب عن ما يليه. نتائج الفتوحات الإسلامية. النتائج السياسية: أولاً، تحرير العراق ومصر وبلاد الشام من الدولتين البيزنطية والفارسية. ثانياً، ظهور المسلمين بوصفهم قوة دولية. النتائج الاقتصادية والإدارية: أولاً، زيادة واردات الأقاليم الإسلامية. ثانياً، تطوير التنظيم الإداري للدولة. النتائج الجغرافية: اتساع مساحة الأقاليم الإسلامية. ثانياً، ضم مناطق جديدة مثل الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا وأرمينيا وأذربيجان وخراسان. النتائج الاجتماعية: تفاعلت الحضارات في البلاد المفتوحة مع الحضارة الإسلامية مما أدى إلى تطورها. الشكل 6-21 نتائج الفتوحات الإسلامية. بيّن النتائج السياسية للفتوحات الإسلامية على المجتمع الإسلامي. أي النتائج أهم من وجهة نظرك ولماذا؟ هل تعلم
أن مدينة القاهرة الحالية مقامة على أرض الفسطاط؟ ناقش: يؤدي اتساع الدولة إلى زيادة التفاعل الحضاري بين أفرادها. نشاط: بالرجوع إلى أحد كتب التاريخ الإسلامي أو أحد المواقع الإلكترونية، اكتب تقريراً عن أحد الصحابة الذين دفنوا على أرض الأردن وقدمه إلى زملائك عن طريق الإذاعة المدرسية. أسئلة الدرس: أولاً، ما المقصود بالفسطاط؟ ثانياً، بيّن النتائج الاجتماعية للفتوحات الإسلامية. ثالثاً، أكمل الفراغ فيما يأتي. ألف: تمتاز مصر بوجود نهر فراغ. ب: ترتب على الفتوحات الإسلامية إسقاط الدولة فراغ في العراق وتحرير بلاد الشام من سيطرة الدولة فراغ. ج: تشمل بلاد الشام حالياً 4 دول مستقلة هي فراغ وفراغ وفراغ وفراغ. انتهى الدرس.